أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما فتمتعوا فسوف تعلمون أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم
ثم